طيب كالعاده بيبقى في اخبار كتير على الاهلي في السوشيال ميديا، فخلينا نبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر، واللي بيقول الموضوع مش محتاج عاجل ولا حاجه يعني، لكن رضوان جيد حكم المباراه الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا. يعني كابتن رضوان جيد من الحكام الجيدين في الحقيقه يعني، لكن هو عمل خطا كبير قوي في مباراه فيتا كلوب السنه اللي فاتت، يعني ما كانش موفق في المباراه اللي انتهت بتعادل ايجابي 2-2 هنا في القاهره ما بين الاهلي وفيتا كلوب. فبصراحه يعني ممكن يكون الواحد قلقان شويه، لكن عندنا ثقه كبيره في ان الراجل يكون حكم يعني في يومه، لان هو حكم اكيد عادل ما فيش اي مشكله خالص، لكن التوفيق بس والتركيز مهم، لان هو ما كانش مركز شويه في مباراه فيتا كلوب كانت ممكن تكلف الاهلي الخروج من البطوله السنه اللي فاتت لو حضراتكم تفتكروا. فهو حكم مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه صعبه جدا يعني، ان شاء الله الاهلي يكون